هذا يقول: هل في ذهب المرأة الألماس الذي يشترى لغرض اللبس الزينة؟ شوف، الحلي إن كان من غير الذهب والفضة هذا ما فيه زكاة قولا واحدا. الحلي إذا كان من غير الذهب والفضة، من الألماس أو غيره، ويلبس، هذا ما فيه زكاة قولا واحدا، ما فيه خلاف. أما إذا كان من الذهب والفضة هذا هو محل الخلاف بين العلماء. كثير من العلماء يقولون ما فيه زكاة لأنه ملبوس وليس للتجارة والنمى، وبعض العلماء يرى أن فيه الزكاة، فإذا زكيته أو زكته المرأة احتياطا وخروجا من الخلاف فهو أحسن، وإلا الوجوب ما نرى أنه واجب، لأن كثير من العلماء يرون أن الحلي الذي يلبس يعد للبس ليس فيه زكاة، تخفيف عن المرأة، لأنه لو دفعت زكاته كل سنة وهي فقيرة من أين تدفع الزكاة؟ الدين يسر ولله الحمد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله أباح لها التحلي بالذهب والفضة، أباح لها هذا، هذا يقتضي أنها ما تجب فيها الزكاة، لأنه معد للحاجة والاستعمال ولم يعد للنماء والكسب. نعم.